قلنا الطقم ده 9 قطع 4 حلل وجريل. اكبر حله مقاس 28 طبعا. اكبر حله مقاس 28 نازل معانا بعرض مميز وخصم مميز. نازل معانا النهارده ب 1850. حلو قوي. زائد انك انت ممكن تاخدي اي حاجه. بصوا يا جماعه احنا ضفنا كمان عليهم طقم مجات معانا هديه ضمن الشغل ده. بونيره جميل جدا ناس كتير شكرت فيه. طب ده معانا بكام؟ 5 حلل برضه. 5 حلل برضه 2250. حلو قوي. انا حاسه الاسعار حلوه كده يعني. احنا راجعين لكم الاسعار. هنقول لكم مش اسعار زمان رجعت تاني، لا هنقول لكم الاسعار دلوقتي تعتبر بيت حنين عن الاول. كان كل يوم في زياده، كل يوم يقول لك السعر زاد، السعر اختلف. لا احنا الاسعار عندنا ثابته، الاسعار عندنا بتتراجع. بصوا التوزيع الحراري اهو، كل التفاصيل اهو، ميدن تركي تمام ما شاء الله 18 على 10. والحله بجد نقيه جدا واكتر من نص الحله مط كمان. انا دايما يعني باكد عليكم اللي استلس المط انقى درجات الاستلس. واخده شكل التكعيبه من بره. الحله دي المضلعه اللي هو طقم الخليه دوت توزيع الحراري. اكبر حله 28 طبعا. احنا بنعرض الحاجات ديت لان الامراء دايما بتمتاز بالحلل وتشكيله الحلل الجديده والانواع الجديده. فده طقم حاجه جديده فنازل بسعر حلو جدا معانا. كام بقى؟ نازل النهارده نازل معانا ب 1650 زائد الهديه. حله تحفه عامله زي انه افلام والله تحفه تحفه. ده عجبني قوي ولونه شياكه وحاجه جديده. بص الجريل بتاعته حاجه جديده. وفي لمعه كده فيه تحفه ما شاء الله. والاكسسوارز بتاعته المقابض برده على جريل لون قلب الحله. اربع حلل برده وجريل. ده سيراميك يا جماعه. التيتانيوم ده التيتانيوم بقى لاينز برده. بس الحله ما شاء الله يد منها فيها جميله برده كده تفلون كده ما شاء الله كدا. حلوه. بص لمعتها من جوه. جميله جميله. بص يا جماعه اللمعه تحفه ما شاء الله. اهو ميدن تركي والتوزيع الحراري وكل التفاصيل اللي احنا بنحبها. اربع حلل وجريل ما شاء الله موجوده. دلوقتي احنا واقفين تحت كوبري الازهر، في وشنا موجود اهوت الهلال والنجمه على الناصيه يعتبر، جنبها على طول في نفس الصف شركه الامراء واخده وجهه ما شاء الله كويسه جدا، هتبقى باينه قوي اول ما تقفوا هتشوفوها. وناحيه اليمين لما تكملوا هتلاقوا بنك مصر وجامع البنات. انا عايزه اقول لكم في كذا حاجه اهو مميزه جنبهم سهل جدا انكم توصلوا. مساء الخير. ازيك يا احمد؟ ازيك يا باشا؟ عامل ايه؟ منور الدنيا. ايه الاخبار؟ نورتونا. ده نورك. وحشنا كتير وراجع لكم بالعروض والخصومات الكبيره دايما يا رب كده. راجع لنا بعروض وحاجات وشغل قمر كده. بس قبل ما نبدا في الشغل انا شايفاك داخل حامي كده، قول لنا الاول، قول للناس احنا فين. طبعا عنواننا ما يتوهش. لو انت جايه من مترو هتنزلي رمسيس او تنزلي محطه العتبه، بس ممكن تنزلي رمسيس وتركبي عربيه تنزلك عند مديريه امن القاهره هتبقى اسهل. لان في متابعين كتير بيقولوا لنا احنا بننزل محطه العتبه وبنمشي ده كله. لا بيركبوا عربيه. لا مفيش عربيات، العربيه الفان هنا ديت خلاص اتلغت. والله اللي هي العربيه اللي هي بتيجي من العتبه. ايوه الفان دي. لا بيت العربيه ديت في فوق في الاوبرا وبي عشان يطلعوا الكوبري بتاع الازهر وهينزلوهم بعدين. ده بينزلوهم بعدين عند قبل الغوريه كده. قبل الغوريه. دلوقتي ممكن تنزلي محطه الشهداء او محطه رمسيس ومن هناك هتطلعي بالظبط. اول ما تطلعي من السلم كده تلاقي عربيات بتقول السيد عايش هتركبيها. قولي لنا نزلنا عند مديريه امن القاهره ينزلك قدام المديريه. خطوتين بقى وتبقى هنا. بقى هتبقوا جنبين على طول خطوتين على نفس الرصيف. وحتى بعيد عن الزحمه يعني الحته دي رايقه. بعيد عن الزحمه صح يعني كده. بدل ما تاخدي وقت في ان انت من تيجي للعتبه. لا وبعدين دلوقتي في سماسره كتير في طبعاً. الشارع دلوقتي بيقابلوك يقول لك احنا الامراء تعالي نطلعك. الكلام ده ما تجيش معاهم خالص سواء رايحه للامراء او رايحه لحد تاني. سواء قال لك هعمل معاك واجب وخصومات سواء نازله تجيبي مفارش، سواء نازله تجيبي ملابس، سواء نازله تجيبي هيقول لك سعر الجمله واي كلام من ده. بصي ما تصدقيش كل الكلام ده كده هتتعمل حفله عليكي. فبعيد عن كل الموضوع ده كده احنا بننبه يعني. انا لاحظت الموضوع دوت لان في كذا عميل جالي فبيقول لي ده من اول ما جاي وانا جاي من العتبه ما لقيتش العربيه اللي انت بتقول عليها ديت شكلها لغوها. فقلت له هي فعلا اتلغت. قال لي جينا من العتبه لغايه هنا ماشي وكله عمال يشد فينا. كله يشد فينا. طبعا حتى قدام المعرض بتاعته هنا لقينا سماسره وعاملين قصه كبيره بسبب السماسره هنا في وسط البلد بالذات. لا يا جماعه جايين للعمرة عموما انا بسيب الرقم على الشاشه هيتابعوا معاكم لغايه ما توصلوا. ارقام رن علينا هنبعت حد ياخدك الكلام ده. تمام. عندنا شحن؟ عندنا شحن في جميع المحافظات طبعا ده شيء اساسي معانا. وعندنا هدايا. عندنا هدايا النهارده؟ عندنا هدايا النهارده. حلو قوي. هنقول بقى ال 20,000 وال 30,000 والكلام ده على الطقم. ايه ده؟ على الطقم الواحد علينا دايما.
كل طقم هتاخد عليه هديه. كل طقم حلل ها؟ يعني كل طقم حلل من دول هتاخد معاه هديه. ايه هي؟ انت احنا نحط ايه هديه على الطقم؟ لا ده انت مش مرتب؟ انا مش مرتب. لا لو بالنسبه لي طقم حلل عليه طقم حلل هديه على طول طبعا. كبيره يعني احنا مثلا ممكن نقول طقم حلل معاه كاتي الهديه. تمام. كاتي الاستانلس هديه. تمام. ممكن نقول طقم مجات هديه. ممكن نقول يعني مثلا ممكن نقول طقم توابل هديه. حلو قوي طقم التوابل ده. من اختيارها؟ ليه؟ من اختيارها؟ اللي هو التوابل؟ التوابل؟ لا انا بص انا عماله بص عماله افصل لكم معاه والله اهو. بس هو انا واثقه في احمد. احمد بصراحه بيختار لنا حاجات حلوه قوي. هي الفكره كلها برضو ان احنا ايه عشان ننزل بالسعر وبرضو في نفس الوقت نديك هديه قيمه حاجه كويسه. طيب احنا بقى ايه قعدنا سلمنا على بعض كتير وشرحنا كتير. عايزين بقى ندخل في مضمون الفيديو والحاجات اللي الناس كلها بتستناها. انتوا قلتوا لي يا شيماء عايزين فيديو للحلل. انت معودانا على كده. احمد غاب علينا شويه المره اللي فاتت. الاول كان عندنا شغل البراندات كله خدنا عليه عروض. العروض بتاعته مكمله معانا يا احمد ولا لسه؟ للاسف الفيديو بتاع العروض بتاع الحلل البرندات ده انتهت. انتهت. تمام. طيب احنا دلوقتي بس ما تقلقوش برضه خلينا بنعمل عروض تاني. ايوه تاني. تمام بالظبط. احنا دلوقتي معانا اللي هو شغل اللاينز والجانو والمارتيف حاجات برضو عمر يعني بصوا معانا اوتوم الحلل الاستانلس بانواعها. تمام. معانا الاستانلس البنيره طبعا غني عن التعريف. تمام. معانا كل انواع الاستانلس معانا كل انواع الجرانيت ده. احنا النهارده جايبين لكم شركه الامراء بس. كل يعني الشغل ده استيراد الامراء؟ جايين بشغل استيراد شركه الامراء بس. حلو قوي ما شاء الله. معانا الدبابه طبعا. ايوه. عن التعريف. ده انا مستنيه يجي ده مش قادره اقول لك يعني. كل الاشكال معانا الجرانيت اللاينز المربع معانا والمدور ده قمر الكوره الجديد معانا المحبب الجديد معانا تشكيله كبيره جدا منكم الجرانيت والسيراميك. تمام. من شركه الامراء. ومعانا كمان في معانا النيوك لاين الجديد. معانا النيوك لاين الجديد اللي هو المربع اللي غطاه بايركس. غطاه بايركس. تمام. هنبدا من فين؟ تشكيله من الالومنيا. الومنيا معانا؟ من الالومنيا. تمام. كانت في ناس سالتنا كتير. وانا كمان النهارده هناخد كده فكره. ناس كتير بتقول عايزين اطقم حله يعني حله الفرداني بالحله والكلام دوت. النهارده هنديكم نبذه برضو ان الحله الفرداني موجوده معانا نازلين عليها بعرض حلو جدا وكويس جدا. بس الحله ملهاش شحن. طبعا مش هشحن حله طبعا. احنا متفقين ان الشحن من كرتونه من اي كرتونه زي دول كده يعني شحن. طقم زي كده نشحنه. بالظبط. تمام. معانا برضو هدايا للعرايس. يعني مثلا عميل بيجي عندنا بيجهز عروسته او بنته او الكلام دوت الشحن مجانا طبعا اوريدي. ده من اول فاتوره كام؟ شيء مفروغ منه. من اول فاتوره كام؟ جهاز العروسه طبعا مش بنتحدد له ريتم لان جهاز العروسه ما بيبقاش ليه ليميت معين. يعني مثلا ممكن عروسه تيجي تاخد ب 20 30000. تمام. ممكن عروسه تيجي تاخد ب 60000. ممكن عروسه تاخد ب 100 بتلم جهازها كله. فاحنا مش بنحط ليميت معين للعروسه. هي ورزقها. هي ورزقها. ممكن تيجي مثلا خدت فاتوره ب 25000 تديها شحن مجاني. خدت فاتوره ب 15000 ممكن تديها شحن مجاني. تمام. طيب هنبدا منين بقى يا احمد؟ هنبدا من نيكولاين ولا نبدا منين؟ نبدا من نيكولاين. يلا. عشان نشوق الناس. لا انا هتجنن واشوفه. عايزه اقول لكم تحفه حلوه قوي قوي قوي. انا اصلا من عشاق النيوك لاين يا جماعه. بحبه واستعمله ما شاء الله بيبقى تحفه ما شاء الله. احنا متفقين ان الحله المربعه بتبقى الساعه بتاعتها اكبر من المدوره. الحله المربعه في هو في غطا بايركس بس لا في غطا بايركس وفي غطا جرانيت. يا سلام. يعني هو معاه غطايين. حلو قوي. ايه مش موجود فيه النوعين؟ امال لا ده طقم وده طقم. ده طقم وده طقم. يعني تمام. انت عايزه غطا بايركس في منه بغطا بايركس. عايزه منه بغطا جرانيت في منه بغطا جرانيت. تمام. ممكن يجي عميل يجي يقول لك ايه طب ما انا لو خدت يعني زي كده مثلا ده الغطا ده جرانيت. لكن في منه غطا بايركس. ده الغطا البايركس. تمام. في عميل بيجي يقول لك انا ممكن اخد الطقم بغطا بايركس الغطا لو وقع مني هيتكسر والكلام ده. انا بقول لا الغطا لو وقع ما يجرالوش اي حاجه. فهو وقع ولف يعني ما شاء الله. لو وقع منك يعني مثلا وقع غصب عنك بتاع الكلام ده ما تقلقيش منه. بتحصل طبعا. مش هيتكسر منك ولا هيجراله اي حاجه. تمام. وهو كده كده معاه ضمان اساسا. ثلاث سنين ولا خمس سنين؟ خمس سنين. خمس سنين. تمام. معاه ضمان خمس سنين. فالطقم يعني بصراحه جميل جدا. تمام. ونازل بتكويناته. ايه هي بقى التكوينات طبعا اهو النيوك لاين وكل التفاصيل التفاصيل التوزيع بتاعه. حلو قوي. فالطقم ده جميل جدا
ده جرانيت نيو كلاين جرانيت. نيو كلاين جرانيت اه تمام. نيو كلاين ومعاه اللي هي المسكات السيليكون بتاعته. مسكات السيليكون اللي هي بتتفصل عليه بالظبط. تمام. طيب الطقم ده تكوينه ايه؟ نازل اربع حلل اربع حلل ومقلايه. اربع حلل ومقلايه. المقلايه برضو بتبقى مربعه وسط بقى الشياكه مربعه. والتوزيع الحراري بتاعها ما شاء الله. نيو كلاين ده بالخصوص ده مصري. ده مصري خامات كوري. كوري. ده مصري خامات كوري. عشان في زبون كتير بيجي يقول لي لا لما يجي يقرا عليه بيقرا ميد ان اي ار اي يقول ده مصري. هو نيو كلاين مصري لكن هو طبعا غني عن التعريف. طبعا. ضمان خمس سنين عشان في ناس بتدي ضمان ثلاث سنين بس. هو ضمان خمس سنين ومعاه شهاده الضمان بتاعته. وبتتختم من المكان. بتتختم من المكان. خليني اقول لك ان المتابعه اللي جت اخذت منك من كام يوم النيو كلاين البطوط معايا احمد معاك يا وقالت لك شيماء وشيماء دي حبيبتي دي اصلا قالت لي قالت لي انا جايه بوصايه من المدام شيماء مدام سليق لازم تعمل معايا واجب بصراحه هي انسانه كلها قالت لي ان انت ختمت لها الضمان يعني جايه مبسوطه هي جايه بصراحه مكلماني جايه مبسوطه ربنا يبارك لكم اللي انت عايزاه من عينيا الاثنين الحمد لله غير الضمان يعني كفايه بس تسلم يا احمد تسلم الله يخليك طيب ده كده قلنا اربع حلل وقلايه اربع حلل وقلايه بكام بقى ده الغطا البايركس ده الغطا البايركس كام نازل معانا النهارده ب 2950 2 نيو كلاين نيو كلاين نيو كلاين الجديد يا جماعه حلو قوي وعليه هديه عليه هديه وعليه كاتل هديه عليه كاتل هديه اوكي عايزه او اي حاجه من اللي احنا قلناهم او اي حاجه من اللي احنا قلناهم تمام اي حاجه انت عايزه تاخديها هديه عليك تاخديها هديه عليك تمام حلو قوي بعد كده قطم الاستانلس دي نازلين عليها بعرض جامد جدا هما كلها بيست كلها تركي يعني كل الانواع تركي تمام. بس ده بمقاساته مثلا يعني ده اكبر حله هنا 28 تمام ده هنا اكبر حله 30 ده اكبر حله هنا 32 ما شاء الله احنا ممكن ما نفتحهمش كلهم هنفتح طقم هنشوف العينه بتاعته بس اوريدي كده يبقى الزبون عارف ان ده اكبر حله 28 وده اكبر حله 30 و32 تمام فده يعني هيبقى حاجه معروفه تمام حلو قوي طبعا طقم الاستانلس ده غني عن التعريف هنفتح ونتفرج عايزه اقول لكم حلو قوي وفي ناس اشتريته واتبسطت منه جدا ما شاء الله الاستانلس على المغناطيس اهم حاجه الاستانلس اللي تستخدميه او اللي تجيبيه يكون على المغناطيس بس الحله عامله ازاي تشبه الكركماز من بره هي دي شكل الليزر اللي بره ده شبه الكركماز حلو قوي شكل الغطا كده واليد انسيابي ما شاء الله حلو قوي شايفين الشياكه ما شاء الله جامد جدا بصوا عمق الحله من جوه طبعا الحله من جوه مطفيه ما بتلمعش الحله بس هي الاضاءه بتبقى ضاربه فيها بس عشان ايه بقعد اقول لكم مطفيه وهي بتلمع في الكاميرا هي الاضاءه ضاربه فيها بس هي مطفيه من جوه وفيها لمعه من بره والحله طالعه عدله يعتبر عدله ما شاء الله طيب احمد دي كده قلنا اكبر حله مقاس 28 وبعد كده 30 اكبر حله 28 تمام بعد كده 30 بعد كده 32 ده بالنسبه لثلاث اطقم اللي ورا بعض وكلهم 10 سنين كلهم خمس حلل ضمان 10 سنين ضمان 10 سنين حلو قوي ضمان 10 سنين على كل طقم على كل طقم ضمان 10 سنين على كل طقم على كل طقم استانلس ضمان 10 سنين الاسعار بقى طقم الاستانلس ده نازلين بيه بسعر حلو جدا بمفاجاه كبيره جدا يعني مثلا هتسمعي في كل محل 2200 و2400 و2600 ايوه احنا نازلين بيه النهارده ب 1750 خمس حلل استانلس 1750 وتختاري خمس حلل استانلس ب 1750 ما شاء الله تقيل بقى الحاجات دي وتختاري كمان عليه اي حاجه من الهديه دي اي حاجه من الحاجات دي اي حاجه من الحاجات دي تمام هديه ده ايه ده مكبس برجر ده مكبس قهوة برجر وكاتل اي حاجه مش كلهم ها اي حاجه اي حاجه ده مج حراري عارفه ده مج حراري ايوه ده استانلس من جوه يا جماعه 304 تحفظ الميه تحفظ الميه سخنه الكلام دوت تمام مشروب سخن الكلام ده ده مج حراري ده معنا كمان معانا طقم التوابل ده كمان طقم التوابل ده كام قطعه طقم التوابل ده 12 قطعه ده كده 12 قطعه بصوا اللي هو دوار فوق وتحت ومعاه المعالق بتاعته كمان بصوا كمان الكاتل اهو معانا ومكبس البرجر وكنكه القهوه كل دي تقدري تاخدي حاجه منهم على اي طقم حلل بنصوره على النهارده على اي طقم حلل بنصوره حلو قوي طب احنا ما قلناش لسه الاسعار بتاعت الطقم ده وده وده ما قلنا ده 1750 الباقي بقى وده 1850 تمام وده 1950 تمام اللي هو اكبر حله 32 انت ممكن الحله لوحديها الفرضان الكبيره دي تعدي ال 1000 النهارده ب 950 جنيه لا والله تعدي ال 1000 كمان انا في حد اصله جاب وقال لي
طبعا يعني الاسعار دي بره يا جماعه. حاجه تانية، احنا عند الامره هنا مستوردين، فخليكي عارفه ان انت بتاخدي من يد اولى من عند الامره، انت بتاخدي من يد اولى. طيب احمد معانا ايه كمان؟ معانا الاستلس ده برضو جانو، اللي هو الجامبو بقى، ده الجامبو بقى استيراد الامره برضو، ده كل ده استيراد الامره، ده كله استيراد الامره. معانا الاستلس البنيره، هنفتح نتفرج عليهم. يلا بينا. ده قلنا عليه استيراد الامره لطقم الجامبو، خمس حلل مقاساتهم كبيره يعني. ده جامبو، احنا ليه بنقول عليه جامبو؟ بنقول ليه عليه جامبو؟ بنقول عليه جامبو عشان الطقم ده مقاسات كبيره، مقاسات كبيره، مقاسات كبيره، اكبر من دول؟ اكبر من دول، اكبر من 28 وال 30 وال 32 ان شاء الله. وهنا كل 36. 36؟ حلو قوي، هيطلع لنا اكبر حله. بصوا ياه ما شاء الله، دي كبيره جدا. بصوا دي في العقيقه كده ان شاء الله تبقى جامده جدا. بصوا بقى بجد تحفه، عقيقه تستخدمها عزايم، عزايم طبعا من الدرجه الاولى يعني، حله كبيره ان شاء الله. بصوا طبعا انت بتيجي لما بتيجي تجهزي، لما بتيجي تجهزي بتجيبي طبعا الحلل وتروحي جايبه طقم حلل وتروحي جايبه عليه الحله الكبيره دي معاه كمان. طبعا احنا وفرنا لك، حاطين الاربع مقاسات اللي هم المتوسطين. أيوة. اللي هو الاستعمال في اول الجواز. أيوة. وحاطين معاهم الحله الكبيره بتاعته انك انت ما تجيبهاش تاني لوحدك. تمام ما شاء الله. وتركي يا احمد، وتركي اهو الفيتم اهو. تمام بصوا التوزيع الحراري اهو، كل التفاصيل اهو، ميد ان تركي. تمام ما شاء الله، 18 على 10. والحله بجد نقيه جدا، واكتر من نص الحله مط كمان. انا دايما يعني باكد عليكم الاستلس المط انقى درجات الاستلس. طيب الطقم ده قلنا خمس حلل يا احمد، معانا بكام؟ خمس حلل. خمس حلل نزل معانا النهارده في عرض حلو جدا، يعني مش هنقول لك 3000 و4000 والارقام اللي هتسمعيها بره. تمام. طقم الاستلس ده نازل معانا ب 2650. 2650 خمس حلل، واكبر حله معاكي 34 حله عزايم، يعني تجيبي الطقم وتنسيه. بالظبط كده، ومعايا اي حاجه من دول هديه زي ما احنا شايفين، مكبس البرجر، المج الحراري، المج الحراري، كنكه القهوه، والكاتل البايركس، اسمه ايه؟ كاتل الاستلس، والتوابل الدوار. لسه معانا الشغل باقي الاستلس ان شاء الله. احمد النهارده متوسط بينا في الاستلس والجرانيت. معانا الطقم ده كمان برضو استيراد شركه الامره، ده شكل جديد. احنا بنفتح كده من كل نوع حله بحيث ان احنا نفرقه على الشكل عشان تبقوا انتوا اتفرجتوا عليها من جوه. لكن الخامه بقى ديت والتقل والكلام دوت ما تاخدش مننا، وتعالى اتفرج بنفسك وشوف الحله تقولها عامل ازاي. هي ما تسيبش دي ايكوت، ايكوت اهو موجوده. تمام بصوا يا جماعه كل التفاصيل اهو، ميدن تركي واضحه زي الشمس اهي قدامنا ما شاء الله. والتوزيع الحراري بصوا قد ايه، 304 ما شاء الله، حلو جدا. الحله ليها كده، ايوه ليها شفه خارجه على بره، شكلها على فكره حلو قوي، شكلها جديد، جديده مختلفه، حلو قوي. ده كده خمس حلل منه برده، ده خمس حلل برده. تمام ما شاء الله. طيب ده كده بكام؟ ده نازل ب 2650. 2650 طقم خمس حلل معانا استانلس تركي يا جماعه المغناطيس. مقاسات كبيره برضه. مقاسات كبيره ما شاء الله. طيب احنا معانا كمان بنيره. بنيره طبعا غني عن التعريف، ده اللي بيد جولد ولا يد استانلس؟ يد سيلفر. يد السيلفر شغال عن اليد الجولد كتير. ده موجود ده موجود وده موجود. موجود الاثنين اهو، يعني هو عايز يد جولد موجود، يد جولد عايز يد سيلفر موجود السيلفر. تمام. بصوا بقى الحله عاليه. الحافه بتاعت الحله مختلفه، عاليه مختلفه. هو البنيره عامه يعني غني عن التعريف، حلوه يعني البنيره غني عن التعريف خالص. جميله دي الحله يا جماعه، ارتفاعها عالي. بنيره 18 على 10 اهو، 18 على 10 اوكي اهو. كل الاستانلس عامه 18 على 10 304. استنى اهو اعملي سكرين وكبري بقى براحتك. حلوه قوي، ارتفاعها عالي، عجبتني الحله بصراحه ما شاء الله. بنيره جميل جدا، ناس كتير شكرت فيه. طب ده معانا بكام؟ خمس حلل برده، خمس حلل برده 2250. حلوه قوي، انا حاسه الاسعار حلوه كده يعني. احنا راجعين لكم الاسعار، هنقول لكم مش اسعار زمان رجعت تاني، لا هنقول لكم الاسعار دلوقتي تعتبر بيت حنين عن الاول. كان كل يوم في زياده، كل يوم يقول لك السعر زاد، السعر اختلف. لا احنا الاسعار عندنا ثابته، الاسعار عندنا بتتراجع الحمد لله. معانا بقى اللاينز تبع اللي انا بحبه، معانا المدور، ومعانا برضو هنا ده معرفوش ده ايه، ده ارزوكليك. كل ده
كله الامارات ده هنفتح يعني ونشوف. بصوا هنفتح كله بالزبط. يعني كل حاجه كل حله مختلفه عن اختها. يعني احنا انت ممكن تقول ان الامراء عندهم حلل كتير جدا بس الحلل الكتير جدا كل حله مختلفه عن اختها. يعني لا ولو عندها اكتر من بنت هتعرف تشكل لها ما شاء الله. وبرده خلال الفيديو اللي احنا بنصوره مش ده الشغل بس اللي موجود، يعني احنا على غفله ده احنا مش مصورينه بس هنا اهو موجود. هتلاقوا تشكيله هنا ما شاء الله من الحلل برده موجوده ده غير البراندات كمان. فانت هتلاقي عالم كبير في البند ده. بس احنا بنصور مثلا الشكل اللي لسه جاي جديد بالزبط. او المنتج اللي لسه نازل جديد. احنا معتمدين مثلا اوريدي كده خلاص الزبون ممكن ما بيبقاش متابع معانا قوي بس احنا معتمدين على لينك التليجرام بتاعنا تلاقي كل التشكيلات. عايز اقول لكم هم منزلين اشكال اطقم جاتوه واشكال ايه اطقم عشا تابعين. هتلاقي انا شفت منزلين تشكيله حلوه قوي على التليجرام. احنا لسه احنا شكلنا مش هنصورها يعني، بس هو انت تدخلي على التليجرام هتلاقي كل الشغل الجديد نازل. تبعتي لحمه تعرفي الاسعار على طول بتلاقي كل حاجه لو حاجه احنا ما صورناهاش. طيب ده بقى لاينز مدور اربع حلل وجريل يد ستانلس. في منه يد ستانلس وفي منه يد بكالايت. ده ايه ده يد بكالايت بس في منه ابو يد ستانلس يعني عايز وده لونه جري. عايزه ده موجود وفي منه ثلاث الوان اربع الوان. في اللون الاخضر ده الاخضر في منه اللون الجراي في منه اللون الاسود في منه اللون الموف. تمام ده قلنا. يلا افتح يا احمد. ده كده معانا منه اربع حلل والجريل تسع قطع لاينز يا جماعه. دي كده الجريل معانا. بص بقى التوزيع الحراري. التوزيع الحراري بتاعت الجريل تمام. حفر مش واسعة يعني الجريل بتاعته حلوة واسعة والحافة بتاعتها عالية اللي انت لو حبيتي تحطي حاجة عالية فيها هتاخد ما شاء الله وكبيرة. دي الحلة بقى قلنا جري ويد الله اللون بتاعه تحفة. هو اللون بتاعه حلو قوي. بصوا جرانيت بره وجوه يعني طوله وسمك الحلة كمان جميل جدا. الله بص طبعا مكتوب لاينز مش باين عشان جرانيت بس انت هتيجي وتشوفي. بص التوزيع الحراري. بص الحلة طالعة عادل برضو كده. السمك بتاعها حلو قوي بالظبط. شايفين الشياكه بتتشال عشان في برضه ناس بتقول لك لا دي بتتشال. احنا بنقول دايما عليها في الفيديوهات شيليها. ده ستيكر ازرق كده بتستخدمي على طول اليد بتاعتها. طعمه جميل جدا حلو قوي. التوزيع الحراري بتاعه عشان الشياطه بتاعته بدل ما تحط شياطه والكلام ده اللي كان بيحصل زمان في الحلل دلوقتي لا هي بتنزل معاها الشياطه بتاعتها صح كده. الشياطه بتاعتها ما شاء الله. ده قلنا الطقم ده تسع قطع اربع حلل وجريل. اربع حلل وجريل اكبر حله مقاس 28 طبعا اكبر مقاس 28 نازل معانا بعرض مميز وخصم مميز. نازل معانا النهارده ب 1850 حلو قوي. زائد انك انت ممكن تاخدي اي حاجه. بصوا يا جماعه احنا ضفنا كمان عليهم طقم مجات معانا هديه ضمن الشغل ده تقدري تختاري منهم اي حاجه من اللي احنا بنشوفهم قدامنا دول. كمان ده حلو قوي اللي قلنا عليه ارزو كليك. ارزو كليك ده مختلف عن اللي قبله. يعني انا قلت لكم ان احنا عارضين ده تيفال ده جرانيت. جرانيت ما شاء الله الحلة كبيرة حلوة قوي. بصوا بقى طبقة التوزيع الحراري هنا مختلفة لأن الحلة هنا الزيت نفسها مختلفة. تمام الحلة هنا عدلة وواسعة. الحلة هنا عدلة وواسعة حلوة قوي ما شاء الله. وبعد كده على أوسع هنا ده نازل معانا بأربع حلل. أربع حلل وقلاية وصينية ومعاه كمان الصينية. أربع حلل ومقلاية وصينية. طقم عمل استعمال يعني. طقم استعمال ما شاء الله حلو قوي. ثلاث ألوان تمام. في منه ثلاث ألوان. طبقة التوزيع الحراري طبعا تركي تمام. أربع حلل مقلاية وصينية. شفتي معاكي 10 قطع. ال 10 قطع دي الحلة دي اللي هي العدية. تمام. دول كده أربع حلل وقلاية وصينية. كام بقى الطقم ده؟ دوت نزل معانا النهارده ب 1850 1850 10 قطع. وما تنسيش تاخدي هديتك من اي حاجه موجوده بالزبط. قدامك دلوقتي تمام. معانا كمان اكتيف استراد الامراء. ده استراد شركه الامراء. اي حاجه تلاقي عليها اللوجو ده اعرفيها ان هي بتاعت شركه الامراء. طبعا احنا الشغل عندنا كله خالي من الرصاص. مواد كلها مستخدمه غير مضره للبيئه. الادوات اللي فيها ما بيلزقش فيها الاكل طبعا تمام. ده سيراميك في منه جرانيت تمام. في منه كذا لون في الاحمر وفي الموف وفي اهو ثلاث الوان الاحمر والموف والبينك. اللي معانا دلوقتي البينك وده سيراميك اكتيف اربع حلل وجريل. الوان بقى المطرقعه بتاعت السيراميك حلو قوي الروز الواضح يعني. الالوان المطرقعه ما شاء الله حلو جدا. طبعا عارفين اكبر حله فيه اهو مقاس 28 والجريل مقاس 28 برده 18 20 24 28. بص بقى التوزيع الحراري وميدن تركي كل التفاصيل بتاعتنا
عايزه تشحنيه طبعا الارقام طول ما الفيديو شغاله اسفل الشاشه للتواصل مع شركه الامراء. ده سيراميك من جوه. ايوه يا احمد الله يكرمك. بصوا ما شاء الله الحله ثقيله، وبصوا السمك بتاعها تحفه، وسيراميك نقي جدا ما شاء الله، توزيع الحراري وكل التفاصيل بجد حاجه محترمه قوي. وزي ما قلنا معانا ثلاث الوان، الروز والموف والاحمر. اربع حلل وجريل، ده بكام يا احمد؟ ده اربع حلل وجريل نازل معانا 1750 في العرض. 1750 وتاخدي اي هديه من اللي احنا قلنا عليهم. نزلوا النهارده ب 1650. 1650 ومعانا هديه كمان. تمام حلو قوي. عايزه تشحني بسيب لك الارقام طول ما الفيديو شغال اسفل الشاشه، التواصل مع شركه الامراء. اكتب. ده الاكتب زي اللي هناك، بس ده جرانيت. ده جرانيت مش سيراميك. معانا جرانيت برضه ما بيتفاعلش مع الحراره. ما بيتفاعلش مع الحراره وما بيلزقش فيه الاكل ومواد غير ضاره للبيئه. وخالق الرصاص. برضه معانا ده اربع حلل وجريل. بس ده في ميزه. ايه؟ الميزه اللي هي ايه؟ الميزه اللي هي ده جرانيت بره وجوه. ايه الحله الجديده؟ الحله اللي هي مضلعه من بره. ليها تكعيبه كده. دي مضلعه من بره. تمام. فيها الحله المرسومه دي عش النحل ولا خليه النحل؟ مش عارف خليه النحل. اسمه طعم خليه النحل. طعم خليه النحل. طعم كده حاجه جميله جدا، توزيع حراري. الحلل بتاعه كده مقطع. تمام ما شاء الله حلو. في حلل كبيره لا ايوه دي اول حله اللي انت طلعتها. دي اول حله احنا بننقش والله يا جماعه اللي بيطلع في ايدينا بنفتحه يعني. الحله دي كبيره بص ده. ايوه دي 28 اكبر حله فيه ما شاء الله. ده شكل التكعيبه من بره. الحله دي المضلعه اللي هو طقم الخليه ودوت توزيع الحراري. تمام. اكبر حله 28 طبعا. احنا بنعرض الحاجات ديت لان الامراء دايما بتمتاز بالحلل وتشكيله الحلل الجديده والانواع الجديده. فده طقم حاجه جديده فنازل بسعر حلو جدا معانا. كام بقى؟ نازل النهارده نازل معانا ب 1650 زائد الهديه. 1650 اربع حلل وجريل. مفيش اطقم يا جماعه بالسعر ده دلوقتي. لما تجيبي طقم زي ده كده معاكي ده تركي مش هنقول بقى ماتيريال. وجرانيت بره وجوه وغطا ستانلس حاجه محترمه. بالظبط كده. ما شاء الله حلو قوي. وما ننساش ان انتي مع الطقم ده هتاخدي اي قطعه من دول هديه. معانا بقى طقم كي اند اي. قولي يا احمد الاول كده. بصوا دي التكوينات بتاعته، هنا اربع حلل ووك وهنا اربع حلل ووك برده. استنوا عشان هنا في جريل دبل. دول تكوينين يعني. بالاربع الوان. اللون ده التكوينين دول واللون ده التكوينين دول. تمام حلو قوي. طيب احنا هنشوف انهي تكوين في دول دلوقتي. اللي هو ابو جريل دبل. تمام. اللي هو جريل دبل ده اللي عندي. عايز اقول لكم تحفه بقى في الاستعمال، تحفه تحفه تحفه. انا تقريبا كل الحلل اللي عندي باخدها من احمد، بجد استعمالها رائع، حلو قوي قوي ما شاء الله. يعني واخداه من امتى؟ ده جايباه من رمضان وشغال زي الفل. بصوا الحله عامله ازاي؟ جميله جميله جميله. اوريهم بقى التوزيع الحراري تحت يا احمد. بصوا عامل ازاي ما شاء الله. الحله بتفضل معاكي فله وتنظيفها سهل وجميله جدا. طبقه ده اللي هو اللي بيسوي الرز معاكي بسرعه. تسويه فوق وتحت. بالظبط يعني كده. حاجه جميله. بصوا الحله جرانيت من جوه اساسا غني عن التعريف وناعم من جوه. عايزه اقول لكم تحفه حلوه قوي. والحله غويطه وارتفاعها حلو. الطقم ده ثلاث حلل واكبر حله مقاس 28 والحله الرابعه صينيه مقاس 28. سوتيز اهو تحفه. بتعملي فيها جدا. بتعملي فيها محشي. بتعملي فيها صواني قمر جامده جدا. بغطا بغطا جامده جدا جدا. حله هي حله ما شاء الله. عايزه تستعمليها حله بتستعمليها، عايزه تستعمليها شويه بتستعمليها. جميله هي الفرخه مشويه. هو والله تعمل كل حاجه. عايزه اقول لكم احنا كمان معاه الجريل الدبل. الطقم ده عملاق، طقم استعمال حلو قوي. في ما شاء الله الصينيه وفي الحلل وفي الجريل كمان. طقم عملي جدا ما شاء الله. بصوا الجريل بتاعته برده مقاسها حلو، حجمها كبير. بصوا تحفه. ناحيه للجريل أيوة. بتاع الشعر. ايوه ناحيه مضلعه وناحيه لو هتشوحي حاجه لو حبيتي. عايز تستعمليها لوحدها بتستعمليها، عايز تستعملي الاثنين لوحد مع بعض بتستعملي. جامد جدا. والشوان ده ايوه قطعه غيار لدي. حلو جدا. تفتكر ان هي بايظه ولا لا؟ ما شاء الله حلو قوي. لا طبعا غني عن التعريف. طعم الدبابه ده غني عن التعريف ما شاء الله. تحفه ده يا احمد. نازل معانا النهارده بسعر حلو جدا ب 2099 زائد اي حاجه هديه عليه. 2099 زائد اي حاجه من اللي احنا قلنا عليها هنا هديه. طيب ده اللي معاه الجريل الدبل، اللي معاه الوقت بكام؟ نفس السعر. نفس السعر حلو نفس جدا جدا ما شاء الله. طبعا طول الفيديو مشغال بسيب لكم الارقام اسفل الشاشه للتواصل مع شركه الامراء. ما ننساش ان احنا عندنا شحن مجاني لعروض العروسه. تعالي شكلي فاتوره زي ما انت عايزه، مش بنفرض عليكي اي حاجه، وخدي الشحن مجانا.
ده طقم الاكاي بقى. ده طقم الاكاي. ده غطى منه فيه ويد منه فيه. احنا النهارده نازلين بمفاجأة حلوة في اللطقم الجرانيت اليد منها فيها دي. نازلين بمفاجأة حلوة جدا. ايه الالوان دي؟ الالوان دي بص السيراميك اللي هو الجراي اللي زي الكريم ده السيراميك اللي بيلمع ده تحفه ده كده. الله ثلاث طقم كده. ده ايه القمر ده؟ طب بص احمد بيعمل معانا ايه؟ جايب لنا شغل تحفه بجد. تختاري تاخدي ايه ولا ايه؟ انا الطقم ده عجبني مبدئيا. ده السيراميك اللي هو الجراي اللي فيه لمعه اللي هو خامه اعلى من الابيض كمان ما شاء الله. وده جرانيت بره وجوه حله يد منها فيها. الاقاي طبعا معروف برضو. الشغل ده كله يا جماعه استيراد شركه الامراء. احنا كده معانا الجرانيت يد منه فيه يد منه كل ده. احنا جايبين لكم كل انواع اليد منه فيه. بصوا جرانيت سيراميك تيفال جرانيت بكل انواعه. يعني مثلا في عندك نوعين مثلا. يعني مثلا تقولي ايه الفرق بين ده ما بين ده؟ يعني عندك هذه نوع ودي نوع في ده جرانيت وده جرانيت. ده جرانيت وده جرانيت. بس ده اخف شويه وده التقيل. ده شركه الاثنين استيراد شركه الامارات. تمام. بس في حاجه 5 مللي في حاجه 3 مللي. اللي يقول لك طقم الحلل اكتر من ال 5 مللي ده بيضحك عليك. ما فيش طقم اكبر من 5 مللي. تمام. اكبر حاجه سمك الحله 5 مللي اللي هي الحله اللي بتبقى الثقيله. الحله اللي هي المحمله. طيب. وبعدين الحله معاكي ولا يجرالها اي حاجه. وقعت منك ولا تتخدش ولا تتجرح ولا الكلام ده كله. يعني ترمي الحله ولا كانها حصل لها حاجه. ماشي قول لي عشان اعرف اجيبها. طيب بص ما شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم. بص والله ما شاء الله الله اكبر. الحله ما حصل لهاش اي حاجه. ما تخضنيش يا احمد والنبي عشان انا مستنياك تقلب الحله نبص كده. ورينا بقى التوزيع الحراري. طيب بصوا اهو ما شاء الله هنا مكتوب اهو ميد ان تركي واكاي. تمام. والثانيه استيراد شركه الامراء طبعا ده غني عن التعريف. والثانيه اهو عشان جرانيت مش باين هي التحبيبه ديت بتبقاش بتبقاش مبينه قوي. طيب ده كده اربع حلل وجريل وده اربع حلل وجريل كله اربع حلل. تمام. طيب حلل ورينا بقى السيراميك ده عشان ده تحفه برضه. ده اربع حلل وجريل. ده سيراميك الاكسسوارز على جري وقلب الحله جري وتوزيع حراري محترم ما شاء الله. بصوا الحله تحفه عامله زي النيوفلام والله تحفه تحفه. ده عجبني قوي ولونه شياكه وحاجه جديده. بصوا الجريل بتاعته حاجه جديده وفي لمعه كده فيه تحفه ما شاء الله. والاكسسوارز بتاعته المقابض برضو على جري لون قلب الحله. اربع حلل برضو وجريل. ده سيراميك يا جماعه. التيتانيوم ده التيتانيوم بقى لاينز برضو. بس الحله ما شاء الله يد منها فيها جميله برضو كده تفلون كده ما شاء الله كدا. حلوه. بص لمعتها من جوه جميله جميله. بص يا جماعه اللمعه تحفه ما شاء الله. هو ميدن تركي والتوزيع الحراري وكل التفاصيل اللي احنا بنحبها. اربع حلل وجريل ما شاء الله موجوده. طيب يعني كل التكوينات بتاعتنا بالظبط ثابته في كله. اربع حلل وجريل يا احمد قلنا اتنين جرانيت والسيراميك والتيتانيوم. بكام الطقم؟ احنا هنضحي النهارده وهنعمل لكم عرض حلو جدا. الثلاثة دول ب 2450. أي طقم فيهم ب 2450. تمام حلو قوي قوي قوي. معاه الهدايا جدا. مع الهدايا بتاعته. مع الطقم ده؟ ده ب 1750. ده 1750 ده اللي هو ايه؟ الخامة شوية. ده تيتانيوم مرتب يا جماعة. بيبقى اسود بس يا احمد صح؟ اسود بس. تمام. يد استنلس ما شاء الله. ده جرانيت ولا تيتانيوم؟ ده تيتانيوم جرانيت. تمام. بصوا عمق الحله قد ايه. طبعا اهو كل التعليمات وكل حاجه موجوده قدامنا. اعملي سكرين وكبري بقى براحتك. تمام. توزيع الحراري يا احمد اهو. وطبعا ده ميد ان تركي. ده لاينز يا جماعه ولا مرتيف؟ ده مرتيف. مرتيف برده تركي. تمام ما شاء الله. دول اربع حلل وجريل. الحله ما شاء الله اللي هي انت قلت لي تيتانيوم جرانيت. تيتانيوم جرانيت ويد استانلس. بكام الطقم ده؟ اربع حلل طبعا وجريل. ايوه دوت نازل معانا ب 1520. 1520 التيتانيوم حلو قوي ما شاء الله. في بعد كده اللي هو الطقم الجديد ده جديد ما شاء الله. دي كده الجريل. ده الجريل. ده جرانيت بره وجوه. ده جرانيت بره وجوه. ده توزيع حراري بالظبط كده. شوف كمان الختم بتاعه محفور حفر فعلا. تمام. ميد ان تركيا مش موديل تركي ولا الكلام دوت. متفقين يا جماعه حلل. ميد ان تركيا. اربع حلل طبعا جرانيت بره وجوه. اربع حلل وجريل واكبر حله مقاس 28 وصينيه. ايوه ان شاء الله. بص بقى الحله عامله ازاي. الغطا بتاعها حتى جاي بومبي كده
حلو قوي، يد بيكلايت، واليد اللي ماسكه الحله هنا ما شاء الله عزمها يعني حلو كده عشان تقدري تشيلي الحله مستريحه ما شاء الله. الله اكبر، جامده جدا. بصوا كمان سمك الحله، بصوا بسم الله ما شاء الله، وعمق الحله والحيطه بتاعت الحله قد ايه، تحفه. وبصوا الصينيه بتاعتها كمان جميله جدا جدا ما شاء الله. الطقم ده حلو قوي، اربع حلل وجريل وصينيه. الطقم ده بكام يا احمد؟ الطقم ده نزل ب 1870 ما شاء الله. الطقم ده يا جماعه ب 1870، ده جميل جدا. طقم جرانيت، ده طقم جرانيت اه، بس ده ميزته ان هو حاجه لسه نازله جديده كده بومبيه. ده اكتيف برده يا جماعه اهو. الحله الايه؟ البومبيه. البومبيه عايزه اقول لكم عجباني قوي. انا يا جماعه ماليش في البومبيه، بس الحله دي عجبتني. بصوا يعني النقاء بتاع الكتابه والنظافه بتاعت الحله بجد جميله تحفة. جدا. وبعدين هي واخده كده ثلاث الوان في بعض. بصوا تابعوا كده معايا، واحمد بينزل الحله ما شاء الله تدريج الالوان والبومبيه بتاعها، وهي من جوه واسعه عشان هي بومبيه. بصوا بقى عامله ازاي بجد تحفه. دي بتاعتها الجوهره دي كده حلوه قوي قوي قوي، والختم بتاعها وطبعا التوزيع الحراري حاجه جميله جدا، جامده جدا. كمان الجريل بتاعها، بصوا الجريل ما شاء الله برده واخده تدريج اللون، وبرده مكتوب كل التفاصيل عليها طبعا واضحه من هنا اهي، تمام ما شاء الله. طيب الطقم ده كده اربع حلل وجريل، ده بكام يا احمد؟ اربع حلل وجريل ده ب 1950. 1950 ما شاء الله، حلو جدا. وعندنا منه الوان ثانيه ولا بينزل لون واحد؟ لا عندنا منه ثلاث الوان. الالوان اهي نزل منه ثلاث الوان. تمام، نزل منه الذهبي كمان والنبيسي، نزل منه ثلاث الوان. جبتهم نزل منه الذهبي. والمقاسات 18 20 24 يعني مثلا الذهبي زي كده مثلا. الذهبي زي كده حلو قوي الذهبي برده. ده اللي احنا فتحناه، وده اللون الثالث اللي هو النبيتي، وده اللون الثالث. تمام، المقاسات يا جماعه 18 20 24 28 والجريل 28. طيب نيجي بقى للطقم العظمه بتاعنا اللي احنا بنحبه، اللي بتسالوني عليه كتير جدا جدا. عايزه اقول لكم بجد الطقم ده في الاستعمال والله يا جماعه رهيب. هو ده انهي ده اللي انا واخداه؟ مش هو، لا مش هو اللي انت واخداه، بيد ستانلس. بس هو لاينز برده، هو نفس الكرتونه اتلخبطت. ما هو اساسا ومربع وكل حاجه، بس دوت بيد بكلاي، ده بيد بكلاي بس كده. تمام. لكن هو نفس الخامه، هو كل حاجه. وبرده تكوينه كبير، هو ده تكوينه مختلف عن اللي انا واخداه، بس ده تكوينه برده. بصوا بقى معايا ايه تاني، مع ايه؟ اربع حلل وطاجن. اربع حلل وطاجن وصينيه وكريب. تمام. وجريل وبراد وطعم التوزيع ما شاء الله، برده معاه حاجات كتير قوي بس ما شاء الله. بصوا مربع برده، واخد نفس التضليع بتاع الطقم بتاعي، من هو نفس الطقم، هو بس ده هو هي نفسها بتاعته هنا، يد بكلايب. وبرده لا ده هنا بقى بصوا العزم بتاعها هنا كبير، يعني اليد دي تدخل فرن يا احمد على فكره، صح؟ تخش الفرن. انا ماسكاها سيليكون على فكره فعلا. سيليكون مش عاديه ولا الكلام ده، يدخل الفرن على فكره. انا ماسكاها سيليكون مش بيكلايت. تمام، لا حلوه الحله دي زي الحله اللي عندي بالظبط، اختلاف المقبض بتاعها. طبعا لو عايزه الستلس برده موجود معانا. تمام، غطا ستلس والبراد. بص بقى اشربي كده براد مغلي كده قمر، عارفين انتوا الشاي المغلي ده اشربوا ايه؟ براد مغلي. اشربوا شاي مغلي في البراد، حلو جدا ما شاء الله. اليد بتاعته برده يا جماعه على فكره سيليكون. الطاجن بقى وشياكته ومقاسه تحفه، جرانيت بره وجوه. الطقم ده عظمه، الطقم ده بجد عظمه ما شاء الله. ده معاه كمان قلايه صح كده، يبقى طاجن وقلايه وجريل وبراد مع الاربع حلل وطقم التوزيع. وطاجن ما شاء الله شايفين الشياكه، طاجن وصينيه. ده تحفه، ده طاجن وصينيه، طقم عظمه. شايفين طاجن زي اللي عندي برده، بعمل فيه كل حاجه. عايزه اقول لكم حلو قوي دي كريب، ومقاسها حلو عملي قوي برده ما شاء الله. تمام، طبعا نزل معانا بالوان، بالوان نزل منه اربع الوان. تمام. نزل منه اسود، نزل منه اللون الاخضر، نزل منه الروز، الاخضر، النحاسي، النبيتي، الوان الطيب. الوان الطيب نزل منه ست الوان، الوان الطيب بتاعه خطير. نزل منه الوان هتيجي ده 20 قطعه، 20 قطعه. تمام، نزل معانا بسعر حلو جدا. ايه بقى؟ ب 350 3 4 400 ده حلو قوي، 350 ده حلو قوي. ده جامد جدا، ده يد سيليكون يا جماعه على فكره، وعزم الحله ما شاء الله، العزم الحته اللي ماسكه الحله اهي، بصوا بعرض المقبض مش حته من المقبض، لا تحفه تحفه بجد، حلو قوي الله يبارك لك. انا بحب لاينز يا جماعه، تكويناته كلها حاجه محترمه جدا. النهارده معانا بقى الامونيا في قلب العود بتاعتنا، معانا الامونيا طبعا، معانا اوتوم الامونيا الدهان طبعا، دي غنيه عن التعريف.
دهان معروف طبعا بنقائه ودرجة نقائه. دول نوعين للحلل الالمونيا بيد. وفي نوع شاورما يعني دول 8 حلل سواء ده 8 حلل او ده 8 حلل بدون الغطيان. الالمونيا ما بيتحسبش فيها الغطيان. الالمونيا دول 8 حلل 8 حلل 8 حلل حلو. وال 8 حلل ب 8 غطيان يعني 16 قطعه. ال 13 حله الغطا ما بيتحسبش. 13 حله و13 غطا طبعا يعني عرفت بتحسب ازاي. حلوه الحله دي. الالومنيا بقى ده اول مقاس تحسيها ان هي ستانلس زي دماسك كده اصلا. الدهان طبعا الالومنيا الدهان دي مصري. ده تحس ان هو ستانلس اصلا حاجه كده واخده لمعه حلوه من بره. الحله عامله ازاي طبعا الناس اللي بيستعملوا الالومنيا ما يستغنوش عنه. هو ما شاء الله برضه يعني الالومنيا الدهان اصلا تمام. حاجه كده تقول عليه ستانلس. ليه لمعه من بره حلوه كده جميله جدا تقيل بالظبط تمام جميل جدا. ده قلنا 8 حلل 8 حلل ما شاء الله. ده كده بكام يا احمد؟ ده نازل معانا بسعر حلو جدا ب 1480 1480 8 حلل الومنيا الدهان تمام. اللي تحته ده حاسه صواني. اللي تحته ده لا مش صواني. اللي تحته 8 حلل ومعاه مصفى هديه. الله يعني معانا يعتبر حلة بخار. اكيد ليها حلة تركب عليها. اكيد ليها حلة بتركب عليها. 8 حلل ومع مصفى. مع حلو قوي. ده ليزر. تمام. دي الحلة اللي هي بومبي شوية عن الثانية كمان. بالظبط بصوا الحلة. ما شاء الله. بس ده ارخص شوية. ده كام؟ ده 950 جنيه. 950 8 حلل برضو. 8 حلل برضو ومع المصفى. والدهان برضو يا جماعة. ومع المصفى اللي هي تركب على أي حلة تبقى حلة بخار. بالظبط كده. تمام ما شاء الله حلو قوي قوي ما شاء الله. حلة الشاورما بقى ده قلنا كام؟ 13؟ 13 13 حلة. 13 حلة. ده بقى اللي قلنا عليه الشاورما. ما شاء الله. دول 13 حلة. ما شاء الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله. بصوا 13 حلة. مفيش مقاس مش موجود. كل المقاسات بتاعته موجودة. من الحلة الكبيرة للحلة الصغيرة. بصوا الحلة الصغيرة دي. جميلة قوي. جميلة دي دلوعة قوي دي حلوة ما شاء الله. جميلة جدا كده. والختم بتاع الدهان الأصلي. تمام. حاجة كده بيور. جميلة قوي قوي. تقولي عليه طقم ستانلس والله اللمعة فعلا بتاعته رهيبة. تقولي عليه طقم ستانلس مش طقم ليمون. ب 1850. 13 حلة شاورما. الدهان ب 1850. بصوا ما شاء الله أصلا ال في حاجات تانية رخيصة برضه في عندنا بس أنا بفرجك على الحاجات التقيلة. حاجات النظيفه الدهان الاصلي. في عندي طقم الالومنيا دهان ب 700 جنيه و 800 جنيه و 900 جنيه. تمام. يعني لو عايزه حاجات برده في الالومنيا هتلاقي في كل الانواع عندنا. تمام حلو قوي يا احمد الله يبارك لك. احمد احنا خلصنا؟ احنا كده خلصنا هنكتفي بس انا هصور لكم تاني. تشكيله الصواني طبعا معروفه. ده ايه صواني بسبوسه؟ صواني بسبوسه. تمام. صواني الفرن. صواني الفرن وقلايات. ولبانات. ايوه كسرولات. كازرولة ولبانة. تمام. كل تشكيلة الرفايع بتاعت الالومنيات وقوالب كيك بقى وبصوا حاجات كتير جدا. دي هتبقى فيديو تاني تفصيلي كده بنفنط لكم فيه الحاجات دي كلها. ما ننساش ان كل الشغل اللي احنا شفناه النهارده عليه الهدايا دي يا احمد سواء ايه مكبس البرجر او المجات او الكنكه او الكتل. دي كانت قهوه كهرباء او المج الحراري. طبعا كده احنا عملنا لها بعروض حلوه قوي النهارده. وقلنا عندنا شحن عرض العروسه. خدي اي يعني جهاز عروسه اللي انت عايزاه شكلي براحتك والشحن مجاني طبعا. صح كده. تسلم يا احمد تعبتك معايا. نورتونا يا باشا. الله يخليك. تعبينكم معانا دايما. الله يخليك على قلبنا زي العسل. المهم ناخد عروض. شكرا بجد الفيديو كان مميز جدا وانا مبسوطه جدا ان انا كنت معاكم. واتمنى الفيديو يكون عجبكم. اشوفكم على فيديو جديد ان شاء الله. باي باي.